خدمنا لواحد المسيره نضاليه عماليه في اطار تنفيذ قرار ديال المجلس الوطني الفيدرالي الديمقراطي للشغل في الاجتماع الاستثنائي اللي انعقد يوم السبت 9 يناير 2016 على اساس بانه مسيرات عماليه في جميع بقاع المدن المغربية متبوعة بإضراب عام وطني في الوظيفة العمومية والجامعات المحلية. هذه المسيرات وهذا الإضراب يأتي بعد سلسلة من الانتكاسات التي عرفتها المكاسب الشغيلة العمالية الشغيلة على العموم فيما يخص أولا الملف التقاعد لأنه ذكر بشكل انفرادي من طرف الحكومة فيما يخص الرجوع على القمع الساحة العمومية كذلك رجوع للزيادة المتتالية في الإسعار كذلك في النقص في الحريات النقابية والحريات العامة فلهذا احنا هذه المسيرة هذه سنرسلوا واحد الرسالة على أساس بأن الوضع غادي يكون كارثي وراه كارثي اليوم وراه كارثي مستقبلا الى ما تدركاش الامور ورجعت الامور الى ما نصب.